ثبت فقرات كل مشكلة وإلها حل مع الدكتور كريم الترابي. اليوم راح نطرح قضية مهمة جدا عن العادات السيئة اللي تتكون عند الفرد. طبعا اليوم كثير من الأسئلة اللي راح تطرح من خلال إنه هل هذه العادات هي مكتسبة أم هي موجودة منذ الصغر، أم وكذلك اليوم نريد نعرف إنه المقاييس اللي نقدر نعرف من خلالها إنه هذا الشخص هو سيء أو غير سيء على أي مقياس. فعلا كل هذه الأسئلة وأكثر راح يجيب عليها الدكتور وعراب هذه الفقرة كريم الترابي. لكن بالبداية خلونا نصبح عليه نقول له يسعد صباحك وبداية أسبوع إن شاء الله تكون موفقة. يسعد صباحك دكتور. يا مرحبا، صباح الورد عليكم إبراهيم وحسناء وعلى مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الرشيد الفضائية أينما كانوا، وأيضا بالأخص كادر قناة الرشيد الفضائية. مرحبا بكم دكتور. أنا قلت لك إياها قبل الجو وأرجع أقولها إلي الجو. حيرتنا وياك شنو نلبس حتى نطلع حلو كل الاحوال دكتور. شلون يا حبيبي؟ ما عليكم زود، شكرا دكتور. اكيد الكلمه لك اليوم موضوع مهم جدا يريد نعرف تفاصيله، لكن بعد هذا الفاصل فاصل والكلمه اكيد للدكتور كريم. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الرشيد الفضائية أينما كانوا وأينما كنتم، مرحبا بكم وحلقة جديدة من فقرتنا الأسبوعية كل مشكلة ولا حل. حلقة اليوم مهمة جدا تتعلق بالعادات، كيف تتكون العادات، ما هي العادات، على ماذا ترتكز العادات، وأيضا كيف بإمكاننا أن نبدل عادة بطريقة معينة أو بتكنيك معين. طبعا قبل أن ندخل بالتفاصيل، أكو عادة للأسف أقولها بأنه تعودت عليها الناس، كثير من الناس، إحنا ما نعمم مثل ما تعرفون حضراتكم، بس كثير من الناس اليوم تعودوا على نمط معين اللي هو بأنه يبقون سهرانين إلى ساعات متأخرة حتى الصباح الباكر، ومن ثم يبدون ينامون حتى يعني بعد الظهر أو حتى العصر. طبعاً هذه العادة عادة كارثية بمعنى الكلمة، لأنه تتخربط عندك الهرمونات، تتخربط عندك كثير من المسائل في جسمك، وأيضاً ممكن تؤدي إلى الأمراض. طيب نرجع لموضوعنا، العادة ما هي العادة؟ العادة هي الفعل الذي يقوم به الإنسان دون تفكير أو جهد وبشكل تلقائي. بالمناسبة أكو فعل وأكو عمل. العمل بشكل عام، يعني إحنا لما نقول مثلا عمل الكتابة، عمل القراءة، عمل التقديم، عمل البناء، عمل الأكل، هذا أعمال، نتكلم العمل بشكل عام. أما الفعل فيكون دائما مخصص، يعني مثلا فعل الكتابة، يعني أنا أكتب، هذا ليس عمل، عمل من ضمن السياق العام ولكنه فعل بشكل خاص. أنا أكتب، أنا أتكلم، أنا آكل، أنا أنام، هذا يسمونه الفعل عندما يكون مخصص. إذن العادة هي فعل يقوم به الإنسان بشكل مكرر دون جهد أو تفكير وبشكل تلقائي. طيب ماذا ممكن أن تؤدي العادات؟ طبعا العادات هي أساس الناجحين. يعني اليوم الناس الناجحين عندهم عادات معينة يتبعوها، هاي العادات تؤدي بالنهاية إلى النجاح. طبعاً احنا لا ننكر وجود الإرادة والانضباط الداخلي أو الانضباط الذاتي، لأنه هذول المرتكزين اللي يخلي العادة تستمر. نتكلم عن العادات بشكلها العام سواء كانت سلبي أو إيجابي. إذن العادات ترتكز على أمرين معينين اللي هما الانضباط الذاتي وأيضا الاستمرارية. طيب لما نتكلم عن الاستمرارية، عندنا حديث للرسول عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام يقول: أحب الأعمال أدومها وإن قل. طبعا أنا راح تفيدني بالحلول، بس أنا حبيت أطرح لكم إياها حتى أقدر أوصل وياكم بأنه العادة حتى أنت لو تكرر فعل بشكل يعني يومي بسيط جدا ممكن أن تؤدي بالنهاية إلى الهدف اللي أنت تريده. طبعا بالمناسبة يعني العادة مثل ما قلت ممكن تكون إيجابية،
ممكن أن تبني عادة إيجابية، مثلاً أن تأكل بشكل صحيح، أن تلعب رياضة، أن تقرأ، أن تطور نفسك، عادات معينة تقوم بها أثناء النهار. يعني على سبيل المثال القراءة مثلاً، تقرأ خلينا نقول فد ساعتين باليوم، بالتكرار تصبح عندك عادة القراءة. عادة القراءة تؤدي إلى أن تفتح آفاق المعرفة عندك، ممكن أن تنطلق إلى مجالات أبعد، ممكن أن تكمل دراساتك العليا، ممكن أن تأخذ الدكتوراه، ممكن أن تنطلق في مجالات العلم والمعرفة. طيب سؤال، ما أسباب تكون العادة؟ يعني بلهجتنا العراقية ليش يصير العادة؟ طيب الأسباب كالآتي، أو السبب الرئيس بالأحرى، بأنه العقل البشري في غاية من الذكاء يحاول عندما يلاحظ العقل البشري بأنه الإنسان يكرر فعل، طيب يكرر فعل بشكل مستمر، يقوم العقل البشري بأخذ الإجراءات بحيث يجعل الشخص يقوم بالعمل من دون تفكير. مثال، يعني اليوم أني على سبيل المثال يعني أتعلم سباحة، أو أي واحد يتعلم سباحة بالبداية راح يركز بأنه شلون يحرك إيده، شلون يقدر يطفو على الماء، شلون يقدر يحرك الماء. وأيضا الطفل الصغير، أيضا الطفل الصغير عندما يبدأ يمشي، طيب يبدي يفكر شلون يشيل رجله، يبدأ يوقع، يخلق التوازن. ولكن بمرور الوقت بالممارسة العقل شو يسوي؟ العقل يأخذ الفعل هذا، فعل المشي أو فعل السباحة، ومن ثم بما لأنه قلت في غاية الذكاء طبعا العقل البشري، فيوفر عندك الطاقة وأيضا الجهد، جهد التفكير. يعني العادة تصبح تلقائية وبشكل يعني سريع، خلينا نسميه. طيب بالمناسبة مشاهدين الكرام، يعني اللي يحب يتصل أو يتواصل ويانا راح تطلع الأرقام، يمكن الأخوة في الإنتاج والسيد المخرج تطلع الأرقام أسفل الشاشة، بإمكانكم أن تتواصلون ويانا وتطرحون يعني مداخلاتكم أو أسئلتكم أو ما شابه ذلك. طيب العادات السيئة، كثير من الأخوة يعني تواصلوا وياي باليومين السابقين وذكروا لي يجب أن نتطرق إلى مسألة التدخين، عادة التدخين. بس قبل أن نأخذ عادة التدخين يجب أن نفصل ما هو الحد الفاصل بين العادة وبين الإدمان. يعني كيف هذا الشخص معتاد على شيء وكيف يعني أحكم عليه بأنه غير مدمن؟ ما هو الحد الفاصل؟ طبعا الحد الفاصل والعلم اللي يقول بأنه هناك يعني قيد شعرة. ليش قيد شعرة؟ بأنه العادة لو تطورت وأصبحت عدم يعني عدم قدرة الشخص على السيطرة عليها تصبح إدمان، لأنه الإدمان هي حالة قهرية يقوم بها الإنسان من دون إرادته، هذا الإدمان. أما العادة فنوعا ما يعني نقدر نسيطر عليها. فيما يخص التدخين يعني حالة خاصة نقدر أسميها. ليش؟ لأنه أنا سبق في حلقات سابقة طرقت إلى هذا الموضوع، بأنه الموضوع يتعلق بهرمونين، هرمون السعادة المستمرة مع الزمن اللي هو هرمون السيروتونين، وأيضا هرمون الدوبامين. هرمون الدوبامين اللي هو هرمون المتعة، يعني الفترة مالته، الإفراز مالته لفترة قصيرة. لذلك المدخن شو يسوي؟ من يدخن سيجارة بمجرد أن تنتهي السيجارة يشعل الأخرى. ليش؟ لأنه المتعة التي تتعلق بتدخين السيجارة متعة قليلة، لأنه هرمون الدوبامين يحددها، ولذلك بمجرد أن ينتهي من تدخين السيجارة يشعل السيجارة الأخرى. طبعا دكتور عذرا على المقاطعة، عندنا اتصال من أكيد. أم مصطفى من بغداد، يسعد صباحك يا أم مصطفى، وياك دكتور كريم من ترابي صباح الخير دكتور. يا مرحبا، صباح الورد. ألو دكتور، على العادات اللي قلتها هسه، أنا أولاد عندي ثلاثة، وثلاثتهم نفس الشيء، يقعدون الليل كله والصبح نايمين، ويعني واصلين هم بالمدرسة، وحاليا هسه أنا أعاني من هاي، وأني أتصل بيك بس ما أحصلك. طيب شكرا جزيلا، شكرا لسؤالك المحترم، شكرا. يعني مثل ما تطرقنا وقلناها باللي يعني أصبحت يعني هاي العادة حقيقة يجب أن إيجاد الحلول. يعني حتى أنا مستعد إن شاء الله في
يعني بالايام المستقبليه نتطرق لها بشكل مفصل اكثر، لانه بدينا يعني حقيقه يعني نخسر اولادنا وشبابنا بسبب هذه العاده، يعني اثرت على دراستهم، اثرت على حتى على ادراكاتهم، لانه اللي ينام بوقت متاخر يعني حتى ساعه الصباح تاثر حتى على ادراكه، على استيعابه للمعلومات، قله التركيز، وخصوصا الدراسه تحتاج الى تركيز، تحتاج الى تعب. طيب اذا هو ينام يعني للصبح ويقعد الصبح، يقعد بعدين ياكل وهكذا، ومواقع التواصل اصبح تحدي كبير، يعني حقيقه تحدي كبير يجب ان نوقف عنده ونوضع له الحلول المناسبه. طبعا قلت قبل شويه قبل الاتصال، العفو قبل تكمل حديثك والاسباب اللي بدك تنطيها حضرتك عن العادات السيئه، نستقبل ام مصطفى. يسعد صباحك ام مصطفى. ام علي من كربلاء، يسعد صباحك ام علي. انا وسهلا دكتور كريم وياك، تفضلي. شلونك؟ صحه. انا وسهلا، يا مرحبا، اهلا بكم. ممكن احكي ويا الدكتور؟ تفضلي دكتور وياك. يا مرحبا. ايه اهلا بك دكتور، شلونك؟ يسلمك، شكرا جزيلا، بخير. هلا بك، بارك الله بك على الحكي، يعني وانت احنا متابعينك من زمان، يعني مو شكرا جزيلا والله. شكرا. اي والله دكتور، احنا نفس الحاله، هم عندي هذا ابني نفس الشيء طبعا، هم يعني انا اقول لك سهران وجقاير وحده ورا وحده، نفس الحكي اللي حكيته انت. واضح واضح. اي يعني يسهر وما يقعد الصبح ولا شغل ولا عمل ونايم وعمره يعني صار فوق 19 على الحالة. واضح واضح سؤالك. كلش تعبنا كلش تعبنا يعني حيل تعبنا. اكيد يعني لست الوحيدة، يعني انا اتكلم وبحرقة قلب، يعني لما اشوف شبابنا بهذا الشكل واقولها للاسف، يعني يعني يخلي الاخوة في قنواتنا الفضائية يتحملوني شوية، يعني يجب ان نعطي برامج لمعالجة مشاكل الشباب، يجب ان نتطرق الى هذه المسائل. يعني على كل، شكرا جزيلا لاتصالك الكريم سيدتي الكريمه ام علي. اكيد من بعد ام علي، شكرا لاتصالك. عندنا اتصال اخر من ابو فارس من واسط. صباح الخير وياك دكتور كريم الترابي، تفضل. صباح الخير يا مرحبا دكتورنا العزيز. يا مرحبا، صباح الورد عليك، منور دكتورنا العزيز. شكرا جزيلا، شكرا شكرا لك، شكرا على هاي البرامج، والله انا لساني اتصل بك احب اسمع معلوماتك الطيبه. الله يخليك يا عيني، شكرا جزيلا دكتورنا العزيز. انا هم عندي ولو هو انا احتفظ سببه هسه مال النوم بالنهار ويقعد بالليل، هو النت او التليفون وعلى هاي وسائل مال التواصل الاجتماعي. فهذا انا يعني اشوفه تاثير على شبابنا وعلى اولادنا. يعني انا هسه عندي اولاد مرات اثنين يبقى نايم لحد 12 للاذان 12 الظهر، فتاثر على حياته، مو بس احنا والله مو مشكله بس حياتهم هم الشباب هسه بالوقت الحاضر. واضح واضح. شكرا على هاي المعلومات ومنورنا دكتورنا العزيز. شكرا يا عيني، انتم النور بيكم، شكرا جزيلا، ربي يحفظكم، شكرا جزيلا. اذا مثل ما قلت يعني هناك حد فاصل بين الادمان وبين العاده، مثل ما قلت بانه العاده ممكن الانسان يسيطر عليها، ولكن الادمان يصبح حاله قهريه بانه الانسان ما يقدر يسيطر عليها. مثل ما قلت بانه عاده التدخين يعني حقيقه اللي يحب يعني يقلع عن التدخين، يعني هناك عدة طرق بمن ضمنها الطرق العلاجية، يعني طرق التنويم المغناطيسي، طرق العلاج السلوكي المعرفي، يعني عدة طرق ممكن الإنسان أنه يتبعها. طيب ما هي مكونات العادة حتى نستغل الوقت، حتى الوقت لا يفوتنا، على ماذا تقوم؟ ما هي مكونات العادة؟ أول مؤشر، يعني ما هو المؤشر العادة؟ يعني هي المناسبة اللي يقرر بها ذاك الشخص يتبع سلوك معين. ممكن تكون شخص، ممكن تكون مكان، ممكن تكون مواقع تواصل، اللي هي المناسبة أو الظرف سمي. طيب الإشارة، طيب ممكن تكون بصرية، ممكن تكون سمعية، ممكن تكون حسية. بندخل بتفاصيل هذا الموضوع أكثر، لأنه هذا راح ندخل في مجال البرمجة اللغوية العصبية. فممكن النقطة بأنه التريجر، أوكي، او الكيوت يسمى الاشاره، هي يعني ركيزه اساسيه من ركائز تكون العاده. طبعا الاكثر شيء الاشاره تكون من فراغ، يعني انا لما اروح اتصفح مواقع التواصل بشكل مستمر
طبعا هذا يعود لانه الفراغ، عندي فراغ. طيب ممكن تكون هناك اهداف اخرى، ممكن الانسان يبحث مثلا يعني عن التقدير الذاتي، يعني عندما ينشر منشور ويبدي يتابع كل شويه مواقع التواصل حتى يشوف مثلا كم لايك اجا، كم تعليق اجا، لانه بحاجه الى انه يرفع من تقديره الذاتي، يصير عنده اهتزاز بالتقدير الذاتي. طيب اذا اول نقطه اللي هي تريجر، اقدر استمر لأكو اتصال؟ لا تفضل. تمام. النقطة الأخرى أو النقطة الثانية اللي هي السلوك أو الروتين، عندما تبدأ الفرصة، عندما يقرر الشخص بالإشارة مثلا على سبيل المثال يستخدم مواقع التواصل مثلا، ويبدي تبدي أصبحت عنده قناعة بأنه مواقع التواصل ممكن يقلل عنده فرص شنو؟ الفراغ، فيبدي الروتين، السلوك، السلوك المستمر، مثل ما قلنا بأنه السلوك المستمر يخلق العادة سواء كانت إيجابية أو سواء كانت سلبية. إذن السلوك المستمر اللي هو يخلق العادة. النقطة الأخرى اللي هي تتعلق بالعادة أو تكون العادة اللي هي المكافأة. مشاهدي الكريم، أنا جاي أقول كلام في غاية الأهمية، لأنه عندما تعرف مكونات العادة قد ممكن بأنه تقدر تسيطر عليها، ممكن تسيطر عليها. النقطة الأخرى اللي هي المكافأة، يعني شنو موضوع المكافأة؟ يعني اليوم أنا لما أقوم بسلوك معين أريد أحصل مكافأة، أريد أحصل راحة نفسية على سبيل المثال أو سعادة بين قوسين. يعني أنا عندما أدخن سيجارة، طيب المدخن اللي هو شنو بالنهاية؟ بالنهاية المدخن هو يبحث عن، يقول لك أنا أريد أهدأ، أريد تصير عندي استقرار نفسي أو تصير عندي هدوء. إذن المكافأة مهمة جدا 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 في تكون العادة. طيب تبعات العادة السيئة يعني على المدى البعيد هي نفس تبعات العادة الإيجابية على المدى البعيد. يعني شنو معناتها؟ انتبهوا يا مشاهدي الكريم، بأنه يعني على سبيل المثال التدخين، التدخين يعني بعض مرات انت من تيجي تدخن ما تطلع عندك النتيجة مباشرة يعني اليوم او باكر، لا، تطلع عندك بعد 10 سنين 15 سنة 30 سنة. وكثير نعرف احنا من الناس بانه انصابوا بامراض خطرة بسبب التدخين. طيب ايضا نفس الشيء في بناء العادة الايجابية، العادة الايجابية بانه انت على سبيل المثال تمارس الرياضة، انت ما تريد بين ليلة وضحاها طيب تصير عندك مثلا فت قوة جسمية او تصير عندك عضلات، مستحيل، تحتاج إلى وقت عن طريق التمرين المستمر، مثل ما عندنا التدخين المستمر هنا عندنا التمرين المستمر. طيب حتى توصل إلى مرحلة بناء العضلات والقوة البدنية. فالاثنين العادة الإيجابية والعادة السلبية نقدر يعني نتائجهم تطلع يعني بعدين بعد فترة من الزمن، ولكن العادة الإيجابية ممكن نتائجها تطلع بشكل شنو؟ آني. طبعا على مستوى بسيط جدا، يعني عندما تمارس الرياضه شو اللي يصير عندك؟ بانه بعد ان ترجع من الرياضه وتاخذ الدوش مالتك البارد راح تشعر بانه انت يعني مرتاح، انفرز عندك هرمون السيروتونين اللي يستمر عندك حتى اليوم الثاني وحتى بعد يومين، تشعر بالراحه، تشعر بالانتشاء. ليش؟ لانه هرمون السيروتونين ينفرز عندك طبعا بالاضافه الى نسب قليله من هرمون الدوبامين. طيب نقطة أخرى، إذن في بناء أي عادة، في بناء أي عادة الإنسان يجب أن يتصف أو يجب أن تكون عنده الصبر، لأنه بدون الصبر الإنسان يعني حقيقة تصبح صعبة، يعني حتى تكتسب عادة معينة لازم تكون عندك يعني قوة صبر. طبعا أكو فرق بين الحلم وبين الصبر، الحلم هو امساك النفس عند الغضب، اما الصبر فهو امساك النفس عن ما تعانيه من مشاكل. اكو فرق كبير جدا، اكو حتى عندنا احاديث عن الحلم يتكلم، الحلم اكرر واقول بانه الحلم هو امساك النفس عند الغضب، عندما تغضب تمسك نفسك هذا يسمى حلم. اما الصبر عندما تصير عندك مصيبه او لا قدر الله او عندما يكون عندك تحدي او تعب فهذا يسمى الصبر. طيب الإنسان يجب أن يتحلى بالصبر في بناء أي عادة. طيب عندنا الصبر وعدنا أيضا الانضباط الداخلي، يجب أن يكون عندك انضباط داخلي حتى تبنى العادة. يعني شنو الانضباط الداخلي؟ على سبيل المثال يعني أنت متعود يوميا تقرأ نصف ساعة مثلا، متعود تقرأ، يوم من الأيام قررت بأنه شنو؟ بأنه أنت ما تقرأ نصف ساعة، ما لي خلق ما لي مزاج، تصير عندنا كلش، تصير عندنا وايد
شنو اللي لازم تسوي حتى تحافظ على انضباطك الداخلي؟ اليوم التالي، اليوم التالي يجب ان تعوض النص ساعه اللي انت خسرتها ذاك اليوم. يعني شنو معناتها؟ يعني انت اليوم التالي بدل ان تقرا نصف ساعه، لا تقرا ساعه، بانه تتحلى بالصبر وتقرا ساعه حتى تعوض النصف ساعه اللي انت ما قريتها. هذا يسمى بالانضباط الداخلي. الانضباط الداخلي طبعا صفه الناجحين، يعني اي انسان ناجح، اي انسان حقق نجاح في حياته عنده انضباط داخلي. طيب نقطة أخرى، كيف يعني كيف نقدر نتحكم بالعادة، أو كيف نقدر يعني نسيطر على العادات؟ من النقاط المهمة جدا بأنه اللي أقدر أسميها بأنه الإدراك. يعني متى تقدر تسيطر على العادات السيئة؟ في مرحلة معينة، عندما تدرك. بدون الإدراك كل شيء ما تقدر تسوي. إذا ما تدرك بأنه أنت تقوم بعمل يعني غير جيد أو سلبي، في تلك اللحظة تبدأ عندك شنو؟ تبدأ عندك يعني المحاولات حتى تترك العادة السيئة وتبني عادات إيجابية. طيب سؤال كثير طبعا من المختصين يجي، اول ما يجي يقول لك، اول ما يجي يعني عالج عاده سلبيه يقول لك خلي تصير عندك اراده ولا تفكر بيها. طبعا هذا الاسلوب مع كل احترام وتقديري بعض الاحيان واكثر الاحيان لا يجدي نفعا. ليش؟ لانه انا هسه مشاهدي الكريم لما اقول لك مثلا على سبيل المثال لا تفكر بالقطه الخضراء مثلا، كل هسه مشاهدينا الكرام يعني حضراتكم مباشرة راح تفكيركم على شنو؟ على القطة الخضراء. ليش؟ لأنه العقل اللاواعي دائما يعمل العكس. يعني من أقول لك لا تفكر يروح يفكر، أقول لك لا تسوي تروح تسوي، لأنه هي هذه من قوانين العقل اللاواعي أو قوانين العقل الباطن. طيب كيف أقدر أبني أو كيف أقدر أتخلص من عادة سلبية؟ عندي مشكلة التدخين، كيف أتخلص من مشكلة التدخين؟ مشاهدي الكريم انتبه على الكلام اللي راح اقوله، كلام في غايه الاهميه. في علم النفس الايجابي بانه ناخذ بنظر الاعتبار النقاط السلبيه، ولكن بموازاه النقاط السلبيه او نقاط الضعف ناخذ ايضا النقاط الايجابيه ونقوي النقاط الايجابيه. يعني شلون؟ طيب مدخن يدخن يوميا خلينا على سبيل المثال علبتين من السجائر. طيب احنا نريد هذا المدخن نريد نخليه شوية يخفف من التدخين حتى بالنهاية نوضع برنامج حتى بالنهاية يقدر يقلع عن التدخين مثلا. نطلب من عنده بأنه ما هو وما هي نقاط القوة اللي عنده. مثلا واحد يقول أنا عندي نقاط القوة مثلا أمشي مثلا على سبيل المثال، فإحنا شو نسوي؟ نطلب من عنده بأنه يوميا يمشي لفترة معينة على شرط أن يعني يأخذ معه من 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 يخرج من البيت، من يطلع من البيت ياخذ معاه فد يعني فد سيجارتين او ثلاثه سجائر لا اكثر اثناء المشي. ما هو يعني ما هي العبره من هذه المساله؟ بانه نطور عنده يعني نقطه ايجابيه بالموازات مع الحاله اللي عنده او الحاله السلبيه اللي هي التدخين. فشنو اللي راح يصير عنده بمرور الوقت على سبيل المثال، او نطلب من احد الشباب يلعب رياضه، بمرور الوقت راح تقوى عنده نقطة لعب الرياضة، نقطة الاعتناء بالجسم، نقطة الاعتناء بالصحة، نطورها. بنفس الحالة نقلل أيضا من الحالة السلبية، يعني نطور الإيجابي ونقلل السلبي. بالإضافة طبعا أكو طرق علاجية أخرى كثيرة، بس أنا المشاهد الكريم جاي أبسط له المعلومات بشكل بسيط جدا حتى ما يقدر يحتاج حتى إلى مختص أو إلى يعني شخص معالج يقدر يساعده في هذا الجانب. طبعا اكو مختصين واكو معالجين يقدرون يقومون بهذا الجانب، ولكن انا جاي ابسط لك المعلومه. ليش؟ تقدر تسويها انت ببيتك، تقدر تسوي بيتك، يعني تقوي النقاط الايجابيه وتقلل النقاط السلبيه. طيب نقطه اخرى بانه النقاط او العادات الجوهريه. العادات الجوهريه بانه انت عندما تيجي تركز على العادات الجوهريه وتبني العادات الجوهريه راح تنفتح عندك عادات اخرى. يعني شنو معنى العادات الجوهريه؟ العادات او سميها العادات الرئيسه. ما معناها بانه انت من تلعب رياضه شنو ملحقات الرياضه؟
من تلعب رياضة راح تفكر بالأكل الصحي، الأكل السليم، راح تفكر بالنوم، بأنه تنام بشكل صحيح. فهي كلها ملحقات العادة الجوهرية. يعني العادة الجوهرية خلينا نسميها الرئيسة، النقطة الرئيسة، النقطة الرئيسة، ومن ثم تتفرع من عندها بقية العوائد وكلها تتصل بالعادة الجوهرية. ولذلك عندما تجي تبني عادة جوهرية ملحقاتها أوتوماتيكيا راح تنفتح عندك، تنفتح عندك. نفس الشيء بالنسبة للعادات، مثلا العادات عندنا يعني كثير عادات في مجتمعاتنا، يعني العادة اللي قبل شوية طرقت لها في بداية الحلقة اللي هي شبابنا اليوم يسهرون ويقول حتى ساعات الصباح، عندنا عادات التدخين، عندنا عادات بأنه تتكلم بظهر الآخرين، هاي عادات. يعني عندنا كثير من العادات عندنا حقيقة يومية احنا نمارسها بدون أن نعي ذلك. العادات السيئة أيضا عندما تركز على عادة جوهرية تنفتح عندك كل العادات. يعني يركز على موضوع مثلا العادة، مثلا على سبيل المثال التدخين مثلا، أكو ناس ما يكتفي فقط بالتدخين وإنما يتجه إلى شنو؟ إلى ملحقات التدخين، يعني تعاطي المواد الممنوعة، الإدمان، وما يعني توصل حتى للإدمان يعني على المخدرات. فلا تقتصر الأمر فقط على العادة الإيجابية، وأيضا العادة السلبية ممكن أن تفتح عندك ملفات، لأنه شنو؟ عندنا في دماغنا وفي عقلنا البشري هناك ملفات. عندما تركز على حالة إيجابية تنفتح عندك الملفات اللي تتعلق بالحالة الإيجابية، بس عندما تركز على حالة سلبية نفس الحالة بالضبط. يعني عندما تركز على موضوع الحزن تقول أنا حزين، ملفات الحزن كلها راح تنفتح عندك، ملفات الحزن كلها تنفتح عندك. يعني تقوم تتذكر الأمور الحزينة كلها. ليش؟ لأنه ملف يتعلق بملف، ملف يتعلق بملف. فبناء أو عودا على النقطة اللي ذكرتها أنا اللي هي العادات الجوهرية، بأنه تركز، بأنه تبني عادة جوهرية، مثلا يعني ليست فقط الرياضة، القراءة. عندما تبدي تقرأ وتطور هذه العادة، عادة القراءة، ممكن تفتح عندك آفاق، ممكن تكمل دراساتك، ممكن تنطلق في آفاق العلم والمعرفة، في آفاق البحث العلمي. فتسمى العادات الجوهرية، العادات. طيب كيف أني قد يسأل سائل يقول مثلا أنا أنسى في موضوع معين، طيب كيف أقدر، يعني كيف أقدر أتذكر اللي يجب أن أقوم بعمل معين؟ مشاغل اليوم، يعني أخواتنا وأمهاتنا بناتنا مشغولة أثناء النهار ما تتذكر. الأمر بسيط جدا، الأمر بسيط جدا، بأنه تكتب كتابة في قطع يعني ورقية، وهي القطع الورقية تعلقها يعني في ملصقات على باب المطبخ، على باب غرفة النوم، في الصالة، في باب الحمام. تكتب بأنه يجب أن تقوم بأمر معين أو بفعل معين أو بسلوك معين، طيب حتى تتذكره. هذا تسمى المحفزات البصرية. أما المحفزات السمعية، توقيت التليفون مالتك على سبيل المثال في ساعة معينة، طبعا راح نجي لها ساعة قبل أن نكمل نختم البرنامج. في ساعة معينة أنت تيجي توقت بأنه أنت تيجي تقرأ مثلا على سبيل المثال، تبلش بالأربعة العصر للستة العصر مثلا، فتوقت التليفون، يصير عندك محفزات سمعية. طيب إذا المحفزات السمعية والمحفزات البصرية لو لها دور مهم جدا في بناء واكتساب العادات الجيدة. أكرر، العادات الجيدة عندما تبنيها بشكل صحيح ممكن أن تطغى على العادات السلبية. ومثل ما قلت قبل شوية بأنه التدخين، طيب التدخين ممكن أن الإنسان يدخن، ولكن بنفس الوقت ممكن أن يعني يمارس الرياضة وما إلى ذلك. طيب سؤال، كم وقت تحتاج العادة من أن تنبني؟ طبعا العلماء اختلفوا، القسم من العلماء قالوا نحتاج إلى 21 يوم. أنا أتصور حسب رأيي الشخصي يعني 21 يوم ممكن أن نساعد. بعض العلماء قالوا لا 66 يوم حتى تنبني عادة جديدة. طيب تحتاج إلى 66 يوم. طبعا هناك طرق حتى تقدر يعني تحفز العقل اللاواعي في أنه يقدر يبني هذه العادات الجديدة. طيب المسألة قد تتعلق بالوقت، احنا ما ننكر جهود العلماء لأنه هذا يعني الناس قاموا بتجارب ونحترمها ونقدرها، بالعكس نثني عليها، ولكن هناك بعض الفروقات من شخص إلى آخر تعتمد على قدرة الشخص، على مهارته، على إدراكه، على صبره. طيب كل هاي المسائل
تساعد ايضا في تكوين العاده. اذا العاده تعتمد ايضا على الشخص، ليس فقط عدد الايام مثل ما قلت 21 يوم او 66 يوم، وانما تعتمد على الشخص ومدى قابليته في انه يقدر يبني العاده. طيب مراحل اكتساب العاده، ما هي مراحل اكتساب العاده؟ اتصور الوقت بدا يداهمنا صحيح؟ بالضبط. طيب بقينا دقائق، دقائق قليله ان شاء الله. ما هي مراحل اكتساب العاده؟ اول شيء المقاومه. يعني شنو معناتها المقاومه؟ يعني انت اليوم انت تبدي تريد تقرا مثلا، تحس نفسك ما تقدر، مالك واهس، مالك مزاج تقرا، تريد تقرا لك فد يوم يوم فد نص ساعه، تحس نفسك ما تقدر، تقول ما لي خلق يا معود فكني يا قراءه، وين انا وين القراءه؟ كثير تصير عندنا. اذا اول مراحل تكون العاده اللي هي مراحل اكتساب العاده اللي هي المقاومه، الانسان يجد مقاومه من يلعب رياضه ما يركز، احنا طبعا طبيعه العقل البشري دائما يركز على الجوانب السلبيه للاسف. حتى نطور عندنا بانه نركز على الجوانب الايجابيه وفيما يخص هذه النقطه نقطه المقاومه، اللي يصير بانه نركز على الجانب الايجابي حتى لو بعد شهر، يعني انا اجي اركز مثلا لما اجي العب رياضه او اجي اقرا بانه راح تصير الاستفاده على المدى البعيد، اركز على الجانب الايجابي. يعني الانسان مثلا اللي يتعلم لغه جديده، اذا تتعلم يوميا فد 15 كلمات بعد 6 اشهر تشوف نفسك انت بديت تتكلم لغه. بس انت شو تركز؟ اللي يصير عندنا بانه احنا نركز على الجوانب السلبيه. شنو الجوانب السلبيه؟ يعني يقول يا معود انا وين الحفظ هسه؟ واقدر احفظ اني هسه؟ يا معود عمري كبير، عمرك كبير، شو العلاقه بالحفظ العمر الكبير؟ ما له علاقه، اليوم العلم اكد بانه الذاكره تتاثر بعض الشيء، ولكن تبقى الذاكره، حتى لو تقدمت بالعمر تقدر تحفظ، تقدر تكتسب معلومات. عدم الراحه، المرحله الاخرى في مراحل اكتساب العاده اللي هي شنو؟ مرحله عدم الراحه. اي نعم انت عديت مساله المقاومه، ولكن عدم الراحه، انت تسوي الشيء تقوم به ولكن تبقى هناك تبعات للمقاومه. تسويها ولكن تشعر بعدم راحه. المرحله الثالثه نصل الى مرحله التلقائيه. طبعا مشاهدي الكريم شوي يمكن جاي تشوفوني امسح بالكلينكس انه شويه الجو حار في الصاله، ف يعني حتى لا تبقى ببالكم يعني. طيب مرحلة التلقائية، بأنه نصل إلى مرحلة التلقائية عندما نتجاوز مرحلة عدم الراحة. طيب قبل لا أختم في الدقيقتين المتبقيات أو ثلاث دقائق، من المهم جدا في أي عادة أنت تكتسبها لا تركز بأنه أنت تقطع العادة مباشرة مثل التدخين، لا خطأ، دخن ولكن قلل بالجهة المقابلة، ركز على النقاط الإيجابية، ارفع من النقاط الإيجابية. طيب ارفع من النقاط الإيجابية وبنفس الوقت قلل من النقاط السلبية حتى يأتي يوم النقاط السلبية تختفي والنقاط الإيجابية تحل محلها في بناء العادات السليمة. فيما يخص أولادنا يجب أن نأخذ دورنا بتوجيههم، يعني المسألة تتعلق بأنه إذا هو ينام لساعات متأخرة خلي تعب نفسه يوم او يومين، يعني يقعد من الصبح ما ينام، كمل لا تنام، كمل اليوم بدون نوم، روح نام فد بالتسعة بالعشرة حتى تبدي تعيد نظام نومك، لانه النوم الصحي اللي هو يبدا من الساعة التاسعة والعاشرة حتى الساعة الرابعة والخامسة صباحا، لانه في هذا الوقت تبدي هرمونات الجسم تشتغل بشكل صحيح، نبدي جسمنا ينمو بشكل صحيح. اذا نصيحتي لأولادنا وأخوتنا اللي ينام بساعات متأخرة بأنه يتعب نفسه ما ينام، يسحبها يعني أثناء النهار إلى أن يتعب ومن ثم يقدر حتى يعيد بناء تنظيم يومه. أنا أتصور بالنهاية قلت كل المعلومات اللي عندي، يعني كل المعلومات قسم من المعلومات، لأن الموضوع في تمارين عملية وفي تطبيقات عملية لا يسع وقت البرنامج لأن نتطرق إليها بشكل عملي، وإضافة إلى أنه يعني توجد معلومات أخرى. ألتقيكم على الخير والسلامة والحب، ألتقيكم على الوعي والإدراك، ألتقيكم على ثقافة العقول، ثقافة العقول والنهوض بالعقول، مسألة تهمنا وتهم القائمين في هذا المجتمع. وخير الناس من نفع الناس، وتحياتي لكم ومع السلامة.
شكراً دكتور كريم ترابي، فعلاً الله يساعدك. الاستوديو كلش حار وتكفيت بسرد المعلومات لفائدة المتابعين، وبيطيك صحة وعافية. شكراً جزيلاً، نشوفك إن شاء الله السبت المقبل. شكراً لك يا دكتور. أكيد مشاهدينا الكرام مكملين حلقتنا لهذا اليوم، لكن بعد هذا الفاصل.